8 بيم جونغ الى نمرة 10 اللي هو بيير كام. في النص رقم 6 جان بوتر. جان بنقولها الى روي. روي بالعرض هيشوط. خلي بالك يا محمد. من مسافة 35 ياردة تقريبا بيسجل منتخب هولندا عن طريق بيم جونغ. كرة من بعيدة وانا بقول خلي بالك يا محمد. 27 سنة وعشر مباريات دولية ويلعب لإنترناشونال الإيطالي. كرة بعيدة لكن سريعة وقوية. ودقيقة 5 من الشوط الثاني بتتعادل هولندا. هولندا بتتعادل مع منتخبنا الوطني بكرة قوية انشاطت من خارج منطقة 18 حوالي 35 ياردة. وحاول الداعي انه يصدها باليد اليمين بدل اليسرى لان اليسرى كانت تسير مسافة اطول لايده. حاسر الاستنفار اللي انطلقت في صفوف المنتخب الهولندي قد تهدأ الان بعد التعادل ربما.